اللي عرفوا المجتمع والعلاقه الديمقراطيه ما بين الرجل والمراه كيخلي انه توقع مشكل مثلا وكنمشيو للطلاق او الطلاق. في هذه الندوه حاولت نسلط نسبيا الضوء على موضوع النسب، لان كنعرفوا بان الخبره الجينيه في المغرب هي ماشي وسيله من وسائل لحوق النسب، وانما هي وسيله من وسائل اثبات النسب، يعني حتى توفروا الشروط ديال الحاق النسب عاد تمشيو للخبره. ولكن للاسف كنلقاو في الممارسه القضائيه وكاينه قضايا اللي تعرفت في الراي العام انه واخا تكون يعني اسباب لحوق النسب، هاد الوسيله ديال الخبره كيقدروا بعض المعنيين بها وسيما الرجال كيتهربوا منها وكيخليوا النساء في واحد المعارك امام القضاء اللي كتعطي واحد لا سوفرونس، واحد الالم، وواحد عدم الثقه في السلطه القضائيه. وهذا يعني مؤلم جدا، يعني مؤلم اننا نلقاو نساء باقين تياخذوا معارك من هذا النوع رغم توفر شروط لحوق النسب. هذا من جهه، من جهه اخرى حتى من واحد زاويه نظر مختلفه كنعرفوا بانه كاين واحد الانتقائيه في التعامل مع النصوص الشريعه الاسلاميه. كيجي واحد السيد اللي هو كيعرف واحد السيده من اجل الزواج او في علاقه مهمه تسمى خارج اطار الزواج، ما كيتذكرش فيها نصوص الشريعه، ما تيقولش راه حلال ولا حرام، حتى كتحمل هذيك السيده عاد تيبدا يواجهها بان للعاهر الحجر، مع العلم ان العاهر في واحد الزمان كانت هي تلك التي تمارس مهنه الدعاره وكانت كتعاشر اكثر من رجل واحد في الليله، وكان يصعب يعني ان نحدد من هو الاب. اما اليوم كنعرفوا فلان مع فلانه وكنجيو نقولوا ليه ابن زنا، هذا مؤسف، لانه كاين نصوص اخرى تيقول لك اذا اشتهر اثنان على انهما زوجان فهما كذلك. للاسف ما كندير واحد الانتقائيه في التعامل مع النصوص الدينيه، وما كننساو بان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت واحد الحاجه سميتها القيافه، يعني ما كانش كيخليو الوليدات بلا الاباء ديالهم بلا الهويه ديالهم. حرام وعيب علينا كمجتمع نبقاو مازال نصفقوا لهذا النوع من السلوك اللي فيه تملص من المسؤوليه واضعف الايمان، حتى لو بغينا نبقاو في اطار شرعي باش ما نتسماش انا كنهضر في شي حاجه اللي ماشي تخصص ديالي. خص القضاء يحمل المسؤوليه التقصيريه لهذا النوع ديال الاباء اللي كيحاولوا باسم الامتيازات الذكوريه يهربوا من المسؤوليه القانونيه ومسؤوليه الانفاق على فلذات الكبد ديالهم، بل انهم يساهمون في مساله خطيره وخطيره جدا، انهم كيخليوا اختلاط الانساب. يعني ملي كتخلي واحد الشخص بدون هويه غدا يقدر يتزوج اخته او يتزوج وحده من الاقارب ديالو او العكس، البنيه اللي خلاها بدون نسب تقدر تزوج الاخ ديالها. دونك باش نكونوا واقعيين، نكونوا عقلانيين، ما نبقاوش نتعاملوا واحد التعامل انتقائي انتهازي مع نصوص الشريعه، ويكون عندنا واحد الوعي جمعي بانه مهما اختلفت الايديولوجيه داخل هذا المجتمع يوحدنا القانون. ومشيت عند القانون غيقول لك غندير الراجل الحبس اللي هو بات ولدي، وانا ما يمكن، وانا كامراه مغربيه اصيله تنقول ما يمكن ليش دي باتول ديال الحبس. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنا متفائلة بزاف حيت دوزنا واحد الصراط ودرنا واحد المسار كبير. الحمد لله دابا المرأة نشيطة في جميع المجالات، عندها مكانة مهمة وقوية في المغرب، واللي كيعاوننا بزاف هو هاد لا كولتور ديالنا المغربية والثقافة ديالنا المغربية اللي كتساعدنا بزاف. عندنا واحد الشق ديني وشق ثقافي اللي كيساعد المرأة أن يكون عندها واحد المكانة قوية في المجتمع، سواء في داخل المنزل أو خارج المنزل. وكنشكر ومن ناحية أخرى عندنا سيدنا الله ينصرو اللي كيشجع على التنمية وكيشجع على أن المرأة تمشي لقدام وأنها تبني المستقبل ديالها في المجتمع. وخا ذكوري ولكن خاصها دير المكانه ديالها في المجتمع المغربي الحمد لله، وحنا غادي نكون في هذا الاتجاه. بالنسبه للمراه انا غادي نقول بان الاراده الطموح هما كلشي. من التجربه ديالي الخاصه انا كنقول ما كاينش شي حاجه ما يمكن لهاش الدار الا ما كانش عندنا الاراده، والحمد لله كلشي كاين، كلشي متوفر، خاصنا غير نبغيو نزيدو لقدام وما يكون غير الخير. مفتوح ورش كبير من أجل إصلاح قانون الأسرة، وخاصة في النقاط العالقة، في النقاط اللي خالقة مشاكل، في النقاط اللي فيها للنساء تحسوا بالمعاناة وبالألم اليومية في المحاكم المغربية، منها الزواج القصير، منها إثبات النسب، منها الولاية الشرعية، منها تقسيم الممتلكات، منها مشكل الطلاق، مشكل كذلك مشاكل اللي تنعتبروها النساء هما اللي طارحينها، النساء هما اللي باغين أجوبة عليها.
لكن كما قلتي أستاذ هو أن اليوم هناك خرجات تاع وزير العدل، من حق أنا تعتبر أن من حقه أي كان أنه يطرح عدة نقاط في الساحة من أجل النقاش، لأن باش نتكلموا على إثبات النسب سنتكلموا على حق، وتنتكلموا على حق الطفولة وحق اللي منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل اللي المغرب وقع عليها، حق اللي منصوص عليه كذلك في الدستور المغربي في الفصل 32 التي تعتبر أن كل حقوق ديال الأطفال هي متساوية بدون استثناء وبمختلف وضعياتهم، أي باش نتكلموا على بمختلف وضعياتهم، أي الطفل وخا يكون طفل مولود في إطار غير قانوني من حقه أنه يكون عنده الهوية، من حقه أنه يكون عنده وثائق إدارية، من حقه أنه يكون عنده عقد زياد، من حقه أنه يتمتع بكل الحقوق الإنسانية. وكذلك أننا نطالبوا اليوم بأن الخبرة الجينية ديال لادين أنها تكون خبرة هي الوسيلة الوحيدة للإثبات. أنا غنمشي نتقاضى في المحكمة من أجل أن هذاك الأب هو الأب البيولوجي ديال هذاك الطفل، لا خرجت الخبرة ديالو، إذا خاصو يلحق هذاك الوليد. لا يعقل اليوم حنا باقيين تنتكلموا على شي حاجة سميتها لا يلحق ابن الزنا، بالرغم أن هناك خبرة علمية العالم كله تياخذ بها وكاينة في المغرب وما تناخذوهاش بعين الاعتبار.